مرحبا يا امي. كيفك يا عايش؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ونعم بالله. وخفي ان قلت راني عندي مشكله نحب نوصل صوتي. شنو هي مشكلتك؟ صوتي على الدهر. الدهر ويخرج جسم اختي. انت اليوم باش نلخص اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، حاله اجتماعيه تعيش مع، خلينا نحكي انا بس نقدم السجل، تعيش مع ولد اختك اللي هو بطبيعته يحمل اعاقه ذهنيه، هو في كفالتك بعد وفاه ام وابوه، وتعيش على منحه نتاع 200. 200 كاريه بهم، 250 كاري. مين نجيب الماكل؟ فين تعيش؟ اش لازم نقول لك؟ ضواحي العاصمه معنا. علاش تبكي انت يوم؟ مانيش متاحة الشيء هذاك، مانيش متاحة الشيء هذاك. تعيشي في ظروف ما كنتيش تتوقع تعيشها؟ قاسية قاسية، ظروفي قاسية قاسية. لا خليت معتمد، لا خليت والي، لا خليت الولاية، لا خليت تتبع تونس العاصمة. ما خليتش بقعة ما شكيتش ليها، ومطالب، مطالب واحد يعمل لي في المطالب بلاش. حابة على مسكن انت؟ على مسكن، ما عندي حتى شيء مسكن، مش ناكل بهم ناكل بهم. على الأقل. أو كنت هواية مانيش. ما تسالش من غير ما توريني، صادقة من غير ما توريني، شفت شوية هذا. ما شفتوش. باش مريضة أنت؟ أنا قعدت وقمت ما لقيتش نفسي. أنا لقيت روحك ما تنجمش تتحرك. ما نجمش نتحرك. وقتاش هذا؟ بالرمضان. ما نجمش نمشي ماشية بالكدا ودروج ما نجمش نطلعها. تعب برشا 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 برشا. اعطوني دار 250 نصرفهم، 240 هي نصرفهم في الماكله. دار قداش عندك وانت تستنى في دار؟ من 2000 و من بعد قبل الكورونا، وحنا ما نعرفش نحسب قبل الكورونا، وخرج جسمها فيها اختي الديار. انت بحكم انك انت اللي تربي في، مش تربي، متكفله بولد اختك المريض وهي توفيت، اسمها خرج في القائمه، انت تحب معناها تاخذ تستلم الدار؟ تستلم الدار عجل ولدها، فهمتي؟ ما عنديش، ما رزق ما عنديش، كان لكن 240. اش قالوا لك على فاصل الدار والمسكن الشعبي هذا؟ يقولوا لك تو نفرقوا من بعد شهرين، قالوا من بعد شهرين. وانا بكري نحكي وتحكي لي على ديار مساكن اجتماعيه تم الاستيلاء عليها وكسروها وخربوها. بينها متابعه تزهيز، راي وزاره تزهيز. طبيعي بتبيعهم. فما وهلكوها وعاودوا قدوهم. فاني بلاصه سيد حسين. وقتاش اخر مره شفتها مكسره ومخربه؟ عندها برشا من اللي ريتها مكسره. يعني هما مساكن اجتماعيه حاضرين في بلاصتي يسلموهم للعباد اللي ياخذهم، ضاعوا وكسروهم ناس ودخلوا دو، فما شكون حتى يستغل فيهم و في حاجه خايبه. هذا سؤال للدولة ممكن، مش أنت أول واحدة تقولوا الكلام هذايا، فما مساكن اجتماعية في بلاصتي يكملوهم ويسلموهم للناس ماليهم لمستحقيهم قاعدين هكاكا. تو في الولاية قالوا لي امشي وزارة التزهيز في لافايات، أنا ما نجمش نمشي، ما نجمش نمشي، ما نجمش نمشي في ساقي. حرت أنا، أنا ضايعة. قدر الدار اللي كريتها شنو فيها؟ فيها. شنو فيها؟ قداش من غير؟ فيها خزانة، فيها كنت لاباس عليا، فيها قطاع. كنت لاباس عليك شنو كنت؟ كنت نخدم طبيخة. طبيخة؟ فين؟ في مؤسسة ولا فين؟ هذا شيء عند ناس خاص. عند ناس هكا. عند الناس عند الخاص. كراوني. اليوم ما عادش نجم طيب؟ ما عادش. ما عادش نطيب وما هي صعبة عليا و كنت. كنت تخدم في راستو معناها؟ إي. قداش قعدت من عام في الطبخ؟ برشا. سنين. ما لوشتش على روحك؟ ما لوشتش. ما صبيتش الروح؟ ما نعرفش، ما نعرفش. كي جيت نعرف اني طلبتها هي، اني طلبته هو في باب الخضراء. هي اون فان كونت برغم الظروف تاخذ في 200 انت ولا تاخذ في 240 هكاكا؟ 240 اي. اي اي ما راك تاخذ معناها. نخسم صحيح شويه وصحيح ما يعملوا شيء وكذا. كاريه بهم، كمش كاريه بهم ناكل. ينجموا يصرفوني ب 100 فرنك يصرفوني. ما تلجمش تلوش خدمة أخرى سهلة؟ ما عادش نجم طيب. ما عادش نجم طيب. باهي نحكيو على ولد أختك، قداش عمره اليوم؟ 30 سنة. 30 سنة يحمل إعاقة ذهنية؟ أي. من وقتاش هو عنده؟ هو من قبل، من مازال صغير هو حالة مريض، ربي خرج من مكة. فمتى؟ توفيت أختك ورجلها؟ توفيت أختي، خذت صدمة. أعلم. كملت عليه. كملت عليه. قداش عندها من المتوفي؟ من وقت الكورونا.
حكيت 2013 14 15 وقت الكورونا، مات بالكورونا الكوفيد. وين تعذبت؟ سامحني، واعي هو كي يقعد عايش معاك ياخذ الكلام مسبب لك في قلق ولا شنو يعمل مسكين؟ سببي يخرج للشارع؟ يخرج ما يكلم حد. يكلم حد تقعد له جعلين؟ لا، نبدل له ونظف له ونطلب باش نوكله كل شيء كل شيء. هو معناه اعاقته جات انه ما يتكلمش، ما يعمل حد، ما يضر حد. حد ما يضر، ما يضر حد. كلمتيه يكلمك، ما كلمتيش وما يكلمكش. ساكت ديما؟ ديما ساكت. ما صدمة؟ صدمة. هزيته للطبيب ولا ما هزيته؟ هزيت. بالله شنو قال لك الطبيب؟ خلي بطول المدة تنقص عليه بالدواء. نوع من الاكتئاب قد يكون معناه. خلي بالدواء وكل ان شاء الله يبرع لك. مزين مزين. بقيت روحك وحدك معناها، انت ماكش تاخذ في المنحه على خاطره هو، هي منحتك انت. يلزم واحد في العائله يا اخي. هي المنحه ذي تاخذها على خاطره هو. اي. اوكي، معناها انت بالاساس ما عندكش. ليه؟ لان اختها من قبلها. ما نكذبش عليك راه الناس. هو ياخذ في 200 نتاع عمه، 190. 190 نتاع عمه، مضروب على ركبته، مكسور. ليش مضروب على واحد ضرب. ضرب واحد. فهمتي؟ ما تكفيش دواء، ما تكفيش دخان، ما تكفيش. كي مشيت المسؤولين ايش قالوا لك بالله؟ ما قالوا لك شيء اكيد، ما عملوا لك شيء. المعتمد هذا نقولها يا من غير سبين، ما تسبش. ما تسبش. كي اقترحت عليك، كي قدمت الوضعيه والمشكله. ما بنيش، خلي وين تسكن وين تشكي. مشيت. وين تسكن وين تشكي. مشيت الغادي قال لك بطاقتك من الصباغين، تمشي للصباغين. تسكن غادي انت غادي. ما انا قعدت على وثيقه تدور من بلاصه لبلاصه، وين تسكن وين تشكي، هذاك ما يقبلكش والاخر ما يقبلكش. الزوز ما يقبلونيش. ربي يفرج عليك. انت حسيت نفسك عزيزه، حسيتك خايفه، ما تحبش هو ماهوش ذنبك انت اليوم، ظرفك ظرفك المادي صعيب. ما تحبش. ولدك تحكي عليه، ولد اختك ولا؟ ولد اختي، ولدي هذاك. زاد ما يحبهاش الحكايه هذه، يتفرج. هو واعي، هو يفهم. يتفرج في الاذاعه يقول لي عمل تعملوا العار، ساعات. موجب موجب. موجب تلقيه راي ويكسر لي، يكسر لي. يكسر بالمعونه. خزانه ابو الله هبط هيك، ستر ربي ما جرحت. ما يخدمش؟ ما يخدمش. انا التعبه، انا التعبه مخ وبدن. اللي ما يرقدوش. نقول لك ربي يفرج عليكم. يعيش.